وحول الاوضاع في اليمن ينضم الينا لا من تعاز المحلل السياسي السيد صلاح النعمان اهلا بك سيد صلاح اذا لو تحدثنا عن الخروقات الحوثيه لهدنه الحديده اين دور الامم المتحده برايك لالزام الميليشيات بهذه الهدنه؟ مساء الخير أخي العزيز في البدء دعنا نقول بأنه ومنذ اتفاقية السويد ومنذ بدء تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع لم تتوقف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عن تنفيذ خروقات يومية أقول خروقات يومية بل أنها تكاد أن تكون كل ساعة في في كافه الجوانب، لم تترك هذه الميليشيات اي جانب، لم ترتكب فيه خروقات، قصفت الاهالي الامنين، نفذت هجمات على قوات التحالف، زرعت الالغام، استقدمت المقاتلين، عملت عمليه اعاده الانتشار، زرعت القناصه، عادت المتارس، لم يبقى شيء لم ترتكبه ميليشيات الحوثي من خروقات في الحديدة، هذه الخروقات أخي العزيز تتم علناً وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبكل وضوح ولا نسمع أي تنديد من قبل الأمم المتحدة، المبعوث الأممي ثلاث مرات يتحدث في مجلس الأمن ولم نعم. يدين ميليشيا الحوثي وخروقاتها في الحديدة، يبقى سؤال لماذا؟ كل هذا الانحياز الذي يمارسه المبعوث الاممي لميليشيات الحوثي لا. هل يريد هذا الرجل ان يصنع نصر لنفسه على حساب دماء الشعب اليمني هل يريد ان يصنع نفس نصر لنفسه على حساب يعني ارتكاب مجاعات بحق الشعب اليمني لان الميليشيات تمنع حتى الطعام في الامس فقط في الامس فقط صدر على الامم المتحده وعبر مبعوثها للشؤون الانسانيه يعني تتهم ميليشيا الحوثي بعدم السماح لهم بالوصول الى صوامع الغلال نعم هذه هي المره الوحيده التي نسمع فيها ادانه من الامم المتحده اما دون ذلك فلم نعم نعم نسمع طوال اكثر من نتحدث سيد صلاح حول عمليه التي استهدفها التحالف حول موقع تستخدمه الميليشيات الحوثيه في تخزين الطائرات المسيره، إذا إلى أي مدى تسهم هذه العمليه برأيك في القضاء على القدرات النوعيه للإنقلابيين؟ أخي العزيز، دعنا نقول أولا بأن هذه الطائرات المسيره بالفعل شكلت خطر كبير على الإنسان اليمني وعلى قوات التحالف العربية، وهي واجب واجب إلزامي على قيادة التحالف العربي وقيادة الجيش الوطني أن تستهدف مثل هذه المخازن، مخازن الطائرات المسيرة، تقنياتها هي التقنية الحديثة والأقوى التي يستخدمها الحوثيين المدعومين من إيران في محاربة اليمني الشعب اليمني والدول الإقليمية الدول المجاورة. نعم. فعملية استهداف هذه التقنية وهذه الشبكة هي في الأصل دفاع عن النفس، هي دفاع عن النفس يمارسه قيادة التحالف، دفاع عن مواطني المملكة العربية السعودية، دفاع عن مواطنين في الشعب اليمني. إجراء احترازي ضروري من أجل حماية المواطنين في السعودية وفي اليمن. هذه العمليات تشكل يعني ضربات موجعة وفي العمق لميليشيا الحوثي الذي دمر التحالف سابقاً معظم إمكانياته القتالية الذي يقابل بها نا. الجيش الوطني والتحالف والآن بعد استخدام هذه الطائرات المسيرة وهذه التقنية المتطورة من إيران ها هو التحالف يقوم بواجبه بأكمل دور ويستهدف هذه المخازن لهذه الشبكات والتقنيات استهدفها منذ مطلع الشهر القادم وما زالت العملية مستمرة تحية كبيرة من الشعب اليمني للتحالف العربي لقيامه بهذه المهمة الهامة والضرورية نا. في هذا الوقت سيد صلاح لو تحدثنا عن المحادثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان هل يمكن اعتبار الاتفاق على تبادل الجثامين بين الحكومة والحوثيين تقدما في هذه المحادثات؟ أخي بدر علينا أن نعترف ويعترف الجميع أن ملف تبادل الأسرى ليس ملف جديد بدأ في اتفاقية السويد هو ملف بدأ في اتفاقية الكويت وعلينا ان نعترف جميعا بان هذا الملف هو ملف اثبات حسن النوايا من قبل الميليشيات المدعومه من ايران فبالتالي ما تقوم به الميليشيات من مماطله من تاخير من محاوله تجزئه للملف هو افشال حقيقي او ابداء عدم الرغبه في السعي والاستمرار في هذا الملف الان يستمر هذا الملف بضغوط من قبل الممثل الاممي لا يستمر هذا الملف برغبه الحوثيين ولكن يستمر الحوثيين في تعاطي هذا الملف نتيجه لضغوط يمارسها المبعوث الاممي لان المبعوث الاممي يتمسك باتفاق السويس بكل قوه لانه يريد ان يحقق اي نجاح ولكن الحوثيين لم ولن يمكنونه من تحقيق اي نجاح لانها ميليشيا قامت على الرفض. نعم. انظر الان اخي العزيز الى ماذا يتوصل الاتفاق؟ الى تبادل الجثامين. هذا في أدنى مستوياته الدنيا وربما أخي العزيز نستمع خلال الأيام القادمة عن رفض الميليشيات نعم بتبادل القتامين أشكرك يا سيد صلاح وصلت على فكرة على ك... ولا إذا كان... حتى واحدة أشكرك إذا كان معنا من تعاز المحلل السياسي السيد سيد صلاح النعمان شكرا جزيلا لك